السلام عليكم. من الأمور المخجلة اللي موجودة حاليا معانا إن أنت ما تعرفش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمور المخجلة أكتر إن أنت تبقى عارف تفاصيل حياة شخص معين، فنان مثلا أو لاعب كورة أو أيا كان، وما تعرفش سيرة النبي. ففي كتب كتير قوي مكتوبة عن السيرة النبوية، وكتب جميلة جدا ومكتوبة بطرق بسيطة جدا ان انت ممكن تفهمها، زي مثلا كتاب الرحيق المختوم، لو قريته هتتعلم منه حاجات كتير قوي. فلازم كل واحد فينا كمسلم كبداية انه يقرأ السيرة النبوية، يعرف الرسول اللي وصل الرسالة اللي خلاك انت متدين او خلاك انت مسلم او وصل لك الدين لحد عندك، ان انت تعرف سيرته. ومعرفة سيرة الرسول مش عشان هي مجرد قصة خلاص قرناها وانتهى الموضوع والبطل مات في آخر القصة إطلاقا. القصة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي تقراها هتتعلم منها حاجات كتير، وهتتعلم منها عشان تكون مثلا شخص ناجح في المجتمع، عشان تكون أب ناجح، عشان تكون زوج ناجح، عشان تبقى صديق ناجح، وحاجات كتير قوي ممكن تعملها هتتعلمها، لأن السيرة النبوية دي أكتر حاجة فيها صدق وفيها أمانة. اي شخص بيظهر قدام الكاميرا ايا كان مين هو اكيد عنده عيوب واكيد عنده مشاكل واكيد عنده حاجات كتير، انت بتشوف جزء معين منه قدام الكاميرا فبتعجب بيه، وده شيء طبيعي ان انت تعجب بيه، ما بتشوفش كل حاجه في حياته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تيجي تقرا السيره النبويه بتاعته هتتعلم منها حاجات كتير، وبعد كده ممكن تقرا سيره الانبياء كلهم عشان تعرف هم عملوا ايه وعاشوا ازاي ويوصلوا الرساله دي ازاي. فده مهم جدا قوي لكل شخص فينا انه يقرا السيره النبويه عشان يتعلم منها، وخدها بهدف التعلم، ان انت تتعلم وتشوف رسولك عمل ايه وتشوف قد ايه هو تعب في حياته عشان يوصل لك الرساله دي، وصدقني هتستفاد منها بشكل كبير. ما تستناش لما يجي رمضان لرمضان عشان تتفرج على برنامج بيتكلم عن السيره النبويه وتقول الله الرسول عمل كذا كذا كذا، او تختزل حياه الرسول عليه الصلاه والسلام في ان هو مثلا عدد زوجاته اللي اتجوزها او الحروب اللي عملها، في حين ان الحاجات دي ما كانت ماشي مهمه في حياته، لكن كان في حاجات اهم كتير قوي في حياته. حياته مثلا مع الصحابه كانت عامله ازاي، حياته لما كان بيوصل الرساله كانت بتبقى عامله ازاي، وحاجات كتير قوي ممكن تتعلمها. فما تضيعش عمرك وفي الاخر لما اي حد يسالك سؤال بسيط عن الرسول وحياته تلاقي نفسك انت تسكت ومش عارف ترد. فابدا بيها وشوف ايه الكتاب اللي يناسبك واقرا فيها وتعلم وعلم الناس اللي حواليك. سلام.